بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، ودعنا رمضان وقلنا وداعا رمضان، ودعناه بالبكاء وودعناه بالدموع وودعناه بالزفرات والحسرات، ودعنا أياما جميلة وليالي طيبة كانت مليئة بذكر الله وعبادة الله تبارك وتعالى، صيام بالنهار وقيام بالليل وقرآن بالليل وبالنهار، عبادات وطاعات وقربات، نعيم للقلوب عشنا فيه، ولذة ومتعة للقلب والروح والنفس والبدن، حالة طيبة إيمانية كنا عليها في شهر رمضان، أحوال طيبة وأوصاف جميلة كنا عليها في شهر رمضان، لذلك كان الفراق صعبا، لذلك كان الفراق صعبا. تمنينا لو عشنا العمر كله بهذه الأوصاف، تمنينا لو عشنا العمر كله على هذه الحالة الإيمانية الطيبة العالية المرتفعة، ولكن مرت الأيام ومرت الليالي وانتهى شهر رمضان. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين أعواما عديدة وسنوات مديدة ونحن في صحة وعافية وإيمان وعمل صالح، والأمة الإسلامية بخير الأحوال. ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ ماذا ترك لنا؟ ترك لنا بحمد الله خيرا كثيرا، ترك لنا خيرا كثيرا فيما يتعلق بالدار الآخرة، صيام وقرآن يشفعان لنا يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان أو فيشفعان. فضيلة تركها لنا شهر رمضان، ترك لنا فرحة كبيرة عظمى نلقاها يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الفرحة العظمى، الفرحة الكبيرة عند لقاء الله تبارك وتعالى، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر
فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ترك لنا شهر رمضان هذه الفرحة نلقاها يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. وفضائل أخرى كثيرة تركها لنا شهر رمضان نلقاها يوم القيامة إن شاء الله. ولكن ماذا ترك لنا شهر رمضان من الأحوال التي كنا عليها؟ كنا على صيام، هل ترك لنا صياما مثله؟ كنا على قيام، هل ترك لنا قياما مثله؟ كنا على قراءة للقرآن، هل ترك لنا قراءة مثلها أم توقفنا؟ الحمد لله عز وجل إلى الآن الصيام مستمر، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. البعض منا صام هذه الستة والحمد لله، والبعض منا ما زال يصوم فيها، والبعض سوف يصومها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ماذا بعد شوال؟ هل نتوقف عن الصيام؟ هل نتوقف عن هذه التركة التي تركها لنا شهر رمضان؟ الصيام عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة جدا. أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح والحاكم وصححه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة. كلام حلو طيب جميل، يا رسول الله مرني، امرني، مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يقول أبو أمامة: ثم أتيته الثانية فقلت: يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. تقول الرواية: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته نار إلا أن ينزل به ضيف. هذا رجل جاد في طلب الجنة، عنده جدية في طلب الجنة، هذا طالب للجنة، هذا باحث عن الجنة، هذا ساع إلى الجنة، هذا مجد، هذا مشمر في طلب الجنة. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، أريد الجنة، أنا أبحث عن الجنة، أنا أسأل عن الجنة، أمرني. يريد صيغة أمر حتى يلتزم بهذا العمل، عنده جدية، لما يبقى في أمر يبقى خلاص ما عادش في مخالف، عايز إلزام، إلزام. يقول: يا رسول الله مرني، أمرني بعمل. ما قال له انصحني دلني على عمل، لا، أمرني، مرني بعمل يدخلني الجنة. فالنبي يقول له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ملوش مثيل. طيب يمكن في عمل تاني، عايز عمل تاني. يقول: فأتيته الثانية، رحت له مرة تانية وقلت: يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، أمرني، عمل تاني يدخلني الجنة، عايز أخش الجنة، عمل واثنين، أي عدد من الأعمال. والنبي يقول له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ملوش مثيل. أيها الباحثون عن الجنة، أيها الطالبون للجنة،
أيها السائلون عن طريق الجنة وعن الأعمال التي تدخل الجنة عليكم بالصوم، فإنه لا عدل له. تمرنا عليه وتدربنا عليه وتعودنا عليه من شهر رمضان، هذه تركة تركها لنا شهر رمضان. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الصيام يدخل الجنة ويبعد عن النار. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. الصيام يبعد عن النار ويقرب من الجنة، يدخل الجنة. هذه تركة شهر رمضان، الصيام. هل سنتوقف عن الصيام بعد شهر شوال؟ بعد 6 بتوع شوال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم كثيرا في حياته، كان يسرد الأيام في الصيام حتى يقول لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم إلا يومان إن كان في صيامه وإلا صامهما. كان يصوم الأيام ويسرد ويتابعها ويستمر فيها حتى يقول لا يفطر، خلاص إنه مش هيفطر تاني من كثر الصيام. الصحابة يقولوا إنه مش هيفطر تاني كثير، الاثنين والثلاث والاربع والخميس واكثر، لحد الصحابه يقولوا انه مش هيفطر تاني، هيصوم على طول ثم يفطر. ويسرد الايام في الافطار حتى يقول لا يصوم الا يومان ان كان في صيامه والا صامهما. هذا حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله انك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومان إن كان في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: الاثنين والخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صيام، صيام عبادة لا تتوقف، تعرض الأعمال على الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس. النبي يحب أن يعرض عمله وهو صائم. عبادات لا تتوقف، لا تنتهي. هذه تركة رمضان، هذا الذي تركه لنا شهر رمضان. تعودنا على الصيام، تعودنا على الصيام. هل نتوقف؟ هل نقطع هذه العبادة؟ هل نقطع الإحسان؟ كنا على حالة طيبة من الإحسان، صيام وقيام. النبي صام كثيرا الحمد لله في هذه الحياة الدنيا، الصحابة صاموا كثير. أبو أمامة كما ذكرت لكم رضي الله عنه كان لا يرى في بيته نار، خلاص ما فيش طبيخ ولا في نار ولا في إلا أن ينزل به ضيف، لما ينزل ضيف يولع نار ويطبخ إكراما لهذا الضيف، إنما عنده صيام باستمرار، صيام. وأيضا رجل من باهلة، وحديثه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد عن رجل من باهلة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي غيرك وكنت حسن الهيئة؟ قال الرجل: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ أن فارقتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما عذبت نفسك؟ صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. فقال الرجل: يا رسول الله، إن بي قوة فزدني. قال: صم يومان. قال: إن بي قوة
فزدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقبض أصابعه الثلاثة ثم بسطها. العلماء يقولوا إيه؟ كأن النبي يقولوا إيه؟ ثلاثة وثلاثة، صم ثلاثة وافطر ثلاثة، صم ثلاثة وافطر ثلاثة، صم ثلاثة وافطر ثلاثة. حديث عجيب جدا، وراجل عجيب، وحالة عجيبة جدا. رجل من باهلة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول، أنا اللي جئت لك السنة اللي فاتت. بس الرجل متغير. النبي يقول له: ما الذي غيرك وكنت حسن الهيئة؟ ما الذي غيرك؟ الراجل لحم داب، لحم داب، ذاب اللحم، ضمر اللحم، ترهل الجلد، بقى عنده نحول، بقى عنده ذبول. ما الذي غيرك وكنت حسن الهيئة؟ كان وشك راضد، وشك مليان، وجسمك مليان، كنت هيئة، صاحب هيئة. ما الذي غيرك وكنت حسن الهيئة؟ لحم داب، نحول، ذبول، ضمور. فالرجل يقول للنبي: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ أن فارقتك. من السنة اللي فاتت لحد النهاردة ما أكلتش إلا بالليل. يا إيه القوة دي؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. النبي نهى عن صيام الدهر، لكن لعله كان بعد ذلك، أو لعل الرجل لم يعرف هذا النهي، والنبي بين له بعد هذا. إنما المقصد إن الراجل ده قعد سنة سنة باستمرار يصوم النهار، سنة بيصوم، لحمه داب، راح، بقى نحيل، بقى نحيف، الجلد بقى مترهل، الراجل اتغير. والنبي عنده ذاكرة قوية. لما الرجل جه للنبي قال له: أنا الرجل الذي جئتك عام الأول، أنا اللي جيت لك السنة اللي فاتت، النبي افتكر، في واحد جالي السنة اللي فاتت. ما الذي غيرك؟ بس أنت اتغيرت كتير. فين الشح؟ فين اللح؟ فين الهيئة الحسنة؟ فين البياض؟ فين فين الهيئة؟ راح. مش مهم عند الراجل يبقى حلو كده وتخين لا لا، مش مهم، المهم يخش الجنة. سنة صايم، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه القوة دي؟ ايه الناس اللي عايزة الجنة دي؟ ايه الناس اللي عندها جدية دي؟ ايه الهمم العالية دي؟ ايه العزايم العالية دي؟ سنة سنة حتى تغير وتبدل. حد فينا يقدر يقعد السنة دي؟ دول الصحابة الكرام. فالنبي يقول له: لما عذبت نفسك كتير عليك؟ شفقة بقى. والنبي يقول له: صم شهر الصبر، شهر رمضان، ويوما من كل شهر. شفقة بالأمة، بالمسلمين، شهر رمضان ده أساسي خلاص، ويوم كل شهر. الرجل يقول له: يا رسول الله زدني فإن بي قوة. الله على الحلاوة. قل له: لسه عندي قوة، عندي صحة، عندي رجل دبل نحل. النبي يقول له: يومين. يقول له: زودني، عندي قوة. انت هترجع تاني تصوم السنة كلها؟ رضي الله عنه عايز اكتر. فالنبي يقول له: صم من الحرم واترك. الأشهر الحرم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبض أصابعه الثلاثة ويبسطها، يعني يقول له: ثلاثة تصوم، ثلاثة تفطر، ثلاثة تصوم والثلاثة تفطر. يبقى يصوم كم يوم في الشهر؟
النص النص. ده الراجل لسه عايز يصوم تاني الشهر كله، يبقى هيصوم السنة كلها الصيام. الصحابة صاموا، أبو أمامة وهذا الرجل البليغ وغيره، وعبد الله بن عمرو بن العاص الصيام. هذه تركت رمضان. ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ سب لنا صيام تعودنا عليه ونكمل إن شاء الله. أسأل الله أن يعيننا عليه وأن يوفقنا إليه وأن يسهله لنا وأن ييسره لنا وأن يعيننا عليه وأن يقوينا عليه في شهر شوال وفي غير شهر شوال. صيام عبادة عظيمة جدا. شوف الصحابة كانوا عايشين ازاي. طيب ايه تاني التركة بتاع شهر رمضان؟ القيام. القيام كنا نقوم في شهر رمضان، و لا نقول قمنا رمضان كله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال أبو بكر الراوي: فلا أدري أكره التزكية أم لابد من غفلة. لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. لماذا يقول الراوي فلا أدري أكره التزكية؟ سن ما يزكيش نفسه يقول أنا صمت رمضان كله السنة. ما أنت صمت كله السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبليها، وربنا قوينا ويجب تصوم رمضان كله إيه طول العمر. بس ما تقولش أنا صمت رمضان كله، ولا تقول قمت رمضان كله، ما تزكيش نفسك. كذلك لابد من غفلة. انت بتقول انا قمت رمضان كله، ده انت كنت سرحان في بعض الايام، كنت بتصلي التراويح وانت سرحان، ده انت فكرت في حاجات غير الصلاة، ده انت كنت في غفلة، ده انت كنت في غفلة. ازاي تقول انا قمت رمضان كله وانت كنت سرحان، كنت في غفلة، كنت بتفكر في حاجة تانية غير الصلاة وتقول انا قمت الليلة كلها؟ انت قمت ما وعيته، انت قمت الوقت الصلاة اللي كنت مركز فيها، كنت حاضر، كان قلبك حاضر، وإلا اللي انت سرحت فيه ده مش قيام. فانت ما تقولش قمت رمضان كله، ولا انا قمت اللي ربنا قدرني عليه، اللي ربنا عني عليه انا قمت الحمد لله. المقصد كنا نقوم في شهر رمضان الحمد لله. هل نتوقف عن القيام؟ بعض الناس عندهم انحدار شديد، بينحدر بسرعة، يعني أول ليلة بعد انتهاء قيام رمضان ليلة العيد يتوقف عن القيام، انحدار، انحدار سريع، أول ليلة يترك فيها القيام. أو يمكن قام ليلة العيد والليلة الثانية خلاص ترك القيام. هذه عادة سيئة، هذه حالة سيئة. القيام لا يترك. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وحديثه في صحيح البخاري ومسلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك. قدوة سيئة. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك. وأتى عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقص عليه رؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل بعد هذا حتى مات. إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل إلى أن مات رضي الله عنه وارضاه. فأنت أخي لا تترك قيام الليل، ولا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. قيام الليل من صفات المحسنين، من صفات المتقين، من صفات المؤمنين الصالحين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، آناء الليل ساجد وقائم يصلي لله عز وجل. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. النبي صلى الله عليه وسلم فأول يوم يدخل فيه المدينة يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام. أول يوم النبي خش في المدينة، عبد الله بن سلام بيحكي عن اليوم الأول لدخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: انجفل الناس، قال: وانجفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته وهو يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول وصية، أول توجيه، دي الأساس بناء المجتمع اللي جاي. قيام الليل دأب الصالحين وشرف المؤمن. هناك آيات وهناك أحاديث كثيرة جدا، لذلك نقول للإخوة الأحباب: لا تتركوا قيام الليل ولو بركعات قليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، عشر آيات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، 11 آية، يعني زيادة كمان آية. الفتحة دي أساسي. لما تقوم بقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دول 11 آية، ويبقى ده قيام الليل. ده غير الوتر، وتوتر بقى، ده قيام الركعتين قيام الليل، دول ركعتين قيام الليل، غير سنة العشاء، دي ضمن ال 12 ركعة اللي يواظب عليهم يتبنى له بيت في الجنة، سنة العشاء ركعتين بعد العشاء، ده غير قيام الليل. وخلي قيام الليل ركعتين بعشر آيات، وتوتر بركعة بثلاثة بخمسة بسبعة بتسعة، حتى لو وترت بركعة وخليت اتنين قيام ليل واتنين سنة العشاء، ياخد وقت قد ايه؟ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، أقل من عشرة تبقى أنت من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ده بقى الألف سورة البقرة مع سورة آل عمران مع سورة النساء، دول في ركعة، والركعة التالية بقى ايه؟ خد بعد كده المائدة والأنعام، خش على الأعراف و... اللي يقوم بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية
كتب من المقنطرين. المقنطرين يعني اللي ياخدوا ثواب بقى بالقنطار. القنطار ده مقياس كبير قوي 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 قوي. تختاروا ايه يا جماعة؟ ألف؟ مية؟ عشرة؟ خلاص؟ واللي أقل من عشرة ده يبقى من الغافلين، ده وحش وحش. يعني انتوا كلكم حلوين وكل مسلم حلو، بس يبقى أحواله كده إيه اللي وحشة يعني. ده انحدر، كان على حالة طيبة في شهر رمضان وانحدر. ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ قراءة القرآن، التقوى، خير زاد في شهر رمضان كانت التقوى عالية عند الرجال وعند النساء. شوف الراجل في شهر رمضان بيتقي الله. يعني يتقي الله؟ يخاف على نظره عشان ما يخدش الصيام، ويخاف على سمعه، ويخاف على كلامه. بيحاسب في شهر رمضان، بيحاسب عشان الصيام ما يتخدش. والمرأة عجيبة، أحوال النساء عجيبة في شهر رمضان. تلاقي المرأة مغطية شعرها صايمة، تلاقي المرأة طولت لبسها شوية صايمة، كانت بتسمع الأغاني طفت الراديو صايمة، كانت بتشوف التلفزيون والأفلام والمسلسلات توقفت في شهر رمضان. ايه التقوى دي؟ حلو، دي تركة من تركة شهر رمضان. طب والراجل؟ أنا بعض الناس في شهر رمضان اللي كان بياخد رشوة تيجي تحط له حاجة صايل. مش أنت اللي بتحط له حاجة؟ الحمد لله ما لعن الله الراشي والمرتشي. غيرك يعني يحط له حاجة قول له كل سنة طيب صايل، اللهم إني صايل. تقوى يعني في حالة تقوى، وهذا هو المقصود الأعظم للصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في شهر رمضان التقوى موجودة، وكل واحد بيترك العمل بالمعاصي وبيهجر السيئات ومحافظ على صيامه ومحاسب على ألفاظه. المرأة أحوالها بتتغير في شهر رمضان، والراجل أحواله بتتغير في شهر رمضان. هذه التقوى، هي دي التقوى، خير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خلص شهر رمضان، ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ ساب لنا التقوى، تعودنا عليه وعشنا بيها وتوصفنا بيها الحمد لله. هل نهجرها؟ نسيب بقى التقوى؟ ترجع الست تشيل الحجاب بتاعها وتقصر هدومها، ترجع للمسلسلات، ترجع للأغاني، ترجع لكذا، ويرجع الراجل للسيئات والفواحش والمخالفات والمعاصي، ترجع الأحوال إلى الأحوال السيئة. يبقى ماذا ترك لنا رمضان؟ إيه اللي طلعنا بيه من شهر رمضان؟ لما ريما ترجع لعادتها القديمة، خلاص مش عايزين بقى، مش عايزين نرجع للأحوال السيئة. دقنا الحلاوة، الصيام والقيام قراءة القرآن وتقوى الله عز وجل، هي دي التركة. ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ ترك لنا عبادات تعودنا عليها لا يصح لنا أن نتوقف عنها. ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ ساب لنا ناس جداد الحمد لله. في بعض المساجد لحد النهاردة بشوف نوعيات جديد، ناس جداد. دي التركة بتاع شهر رمضان، ده اللي سابه لنا شهر رمضان. ماذا فعلنا معهم؟ ناس جداد. واحد يجي يصلي المغرب في شهر رمضان يشوف أحوال حلوة، ناس بتقدم له البلح، وناس بتقدم له المية، وناس بتقدم له كذا. ايه الأحوال دي؟ فيجي تاني يوم يلاقي البلح ويلاقي المية في بعض المساجد بتفطر بحاجات تانية.
ايه الاحوال الحلوه دي؟ فيجي يجي ويستمر ويخلص شهر رمضان هو لسه مستمر، بل البعض منهم اطلق لحياته من شهر رمضان بس. طيب الضيوف الجداد دول، العمار عمار المساجد الوافدين دول، مين اللي هيرعاهم؟ مين يتعاهدهم؟ مين يكمل معاهم؟ مين يصاحبهم؟ مين يعلمهم؟ مين ياخد بايديهم؟ دي تركه رمضان. ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ ترك لنا خيرا كثيرا الحمد لله. والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمعصوم من عصمه الله. ايه تاني سابوا لنا شهر رمضان؟ ساب لنا حاجات تانية في مجالات تانية لا بأس أن أذكرها لكم. ماذا ترك لنا شهر رمضان؟ ترك لنا ذكريات ومواقف وأحداث. مثلا ترك لنا شهر رمضان تحرشات ومناوشات بين المسلمين وبين النصارى، أو هي بين النصارى وبين المسلمين. تركة ترك لنا الشهر رمضان. واحد يقول إزاي؟ أنا أكلمك عن منطقتي مثلا ساكن فيها، مناوشات من شهر رمضان والسبب الزينة والزخارف والأنوار والفوانيس، نموذج مجسم للكعبة رفعه المسلمون في شهر رمضان فأغاظ النصارى، اتغاظوا قوي من النموذج ده وجعلوا يقذفونه يقذفونه حتى أسقطوه. وبقى في مناوشات تحرشات واستمرت، فعرفت ان الزينة دي بتغيظ النصارى لأقصى درجة لأقصى درجة. مسلمين فرحانين يعلقوا زينة زي الزينة دي. أنا بلفت نظركم الزينة دي، كل حتة فيها زينة، كل حتة فيها أنوار فوانيس نموذج للكعبة، والمسلمين مش في دماغهم إن يغيظوا النصارى ولا غير النصارى. دي بهجة، فرحة، سعادة بقدوم شهر رمضان. أتاري إن الموضوع ده بدون قصد بيغيظ النصارى جدا لأقصى درجة لأقصى درجة. أنت علقت فانوس مش في دماغك حاجة، أنت فرحان برمضان، أتاري في غيرك متغاظ من الفانوس عايز ينزله عايز يوقعه يسقطه. ده واحد علق نموذج للكعبة وأنت مش في دماغك مش في بالك وانت ما تقصدش لا انت ولا غيرك. اتاري في ناس متغاظة من النموذج ده لحد ما يوقعوه. عدت بالذاكرة الى العام الماضي فتذكرت انه كانت هناك مناوشات وتحرشات ايضا من النصارى ضد المسلمين في الشهر رمضان. فعدت بالذاكرة إلى العام الذي قبله، مش السنة دي ولا السنة الفاتة إلا قبليها، فتذكرت أنه كانت هناك مناوشات وتحرشات من النصارى ضد المسلمين. فقلت إيه الحكاية؟ ما دي مقصودة، يعكروا على الناس شهر رمضان وينكدوا على المسلمين شهر رمضان، عشان ينكدوا على المسلمين ويعكروا على المسلمين الحكاية. طب السنة الجاية ممكن تحصل مناوشات تاني؟ ممكن. طب ايه اللي هيحصل؟ الله أعلى وأعلى. وبعدين وأنا بتذكر أخبرني واحد من أحبائي اليوم وأنا كنت في سفر في غيبة، قال أنت سافرت؟
وجاءت امرأة مسلمة ومعها ابنتين تسأل، جاية تسأل عني في المسجد. قلت له ليه كانت بتسأل عني؟ ليه؟ قال لي كانت حيرانة، عايزة حد يرشدها ويدلها، عايزة تتكلم مع حد. قلت له في ايه؟ تتكلم في ايه؟ قال لي البنتين في الجامعة في الكلية، ووزعوا عليهما في الكلية أناجيل مجانا. السنة دي إنجيل مجاني. إيه المشكلة؟ إن الست جاية بتقول الأناجيل دي نعمل فيها إيه؟ نوديها فين؟ والبنات ينفع يقروا في الإنجيل ولا ما ينفعش؟ دي تركة رمضان، ده في رمضان. قلت في نفسي الأمر خطير، ده يتكرر الموضوع ده في شهر رمضان ولا الإنجيل يتوزع في شهر رمضان في الجامعات وينشنوا على الكعبة المجسمة النموذج لحد ما وقعوه يسقطوه؟ دي تركة رمضان. طيب ماذا نحن فاعلون؟ هنعمل ايه مع البنات؟ البنت مش عارفة تقرأ في الانجيل ولا لا، مش عارفة تقرأ في الانجيل، ليه تعمل ايه بالانجيل؟ هذا عمر رضي الله عنه وارضاه جاء بصحف، صحف للتوراة الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويستفهم هل يقرأ في هذه الصحف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعرف التوراة ليه؟ القرآن غط طري، غط طري. التوراة محرفة والإنجيل محرف. حاجة العجيبة أن عندهم جرأة دلوقتي وزعوا الإنجيل، ده كله تحريفات، ده كله غلطات. يوزعوا الإنجيل على الطالبات في الكليات والطالبات ما عندهن حصانة، جاهلات، طالبة جاهلة. مين عرفها؟ محدش علمها، ما عندها حصانة، ما عندها مسائل العقيدة، ما عندها مسائل التوحيد، ما عندها مسائل الإيمان، ما عندها حصانة ضد الشبهات والتشكيكات. ما العمل؟ إيه العمل؟ نعلم البنات، نعلم الصبيان العقيدة، العقيدة، التوحيد، الإيمان، الإسلام. الدين بتاعنا بيحارب في حمل التشكيك. أيضا تركة رمضان أن بعض قيادات الكنيسة كتبوا مقالات ونشروها على الإنترنت فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها طعن في الإسلام، وهذا حدث في شهر رمضان، شهر رمضان. وأنا مش قادر أقول لكم قالوا إيه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حاجات خطيرة جدا، حاجات بشعة فظيعة منكرة، وحشة قوي، وحشة قوي. ما أقدرش أقولها، ما أقدرش أقول لكم قالوا إيه على النبي صلى الله عليه وسلم. يا إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي حصل؟ إيه الجرأة دي؟ إيه الوقاحة دي؟ إيه السفالة دي؟ إيه البذاءة دي؟ مين اللي وصلهم للدرجة دي؟ مين اللي جرأهم؟ مين اللي وصلهم لكده؟ اتكلموا على النبي بكلام أنا ما أقدرش أقوله، مش قادر، قلبي يوجعني. إيه اللي حصل؟ دي تركة شهر رمضان كلها على بعض.
مواقف وذكريات، وفي مواقف أخرى منها ما يتعلق بأمريكا، انهيار البنوك والمؤسسات المالية، حدث في شهر رمضان. والخبراء المتابعين قالوا أن هذه الأزمة لن تخرج منها أمريكا كقوة عظمى وحيدة في العالم، معلش هتبقى هو القطب الأوحد والنظام العالمي الجديد، ستفقد هذه المكانة وهذه القوة. مش هنقول أمريكا انتهت واتدمرت، وستنتهي بإذن الله وتدمر قريبا إن شاء الله، ولكن نقول إنها تعرضت لذبحة، ذبحة مش هتموتها بس هتفقدها قوتها ومكانتها. ذكريات تركة، تركها لنا شهر رمضان. ماذا بعد رمضان؟ هنعمل ايه في اللي جاي؟ نترك الصيام؟ لا، بعد ما عرفنا احوال الصحابة نترك القيام؟ لا، قراءة القرآن؟ لا، علم العقيدة والتوحيد والإيمان؟ لا، الدعوة لدين الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسؤولية المسلمين، الأحوال خطيرة في الجامعة، الأحوال خطيرة في المجتمع. النصارى اليوم نجحوا أن يجعلوا كل نصراني داعي إلى دين النصرانية، لابد من المكاشفة والمناصحة. السنة اللي فاتت جت لي أم ابنها في سنة تانية ابتدائي، تانية ابتدائي، والأم قعدت الولد من المدرسة سنة تانية ابتدائي، قعدته المدرسة. ليه يا أختي قعدت الولد من المدرسة؟ قالت أصل قاعد جنب منه في التختة ولد اسمه مينا. وبعدين قالت الولد مينا بيكلم ابني على طول باستمرار عن يسوع وعن الإنجيل وعن الكنيسة، لحد ما الولد ابني عنده رغبة يروح الكنيسة ويسمع عن يسوع. عايز يروح الكنيسة الولد الصغير سنة تانية ابتدائي. ليه؟ مينا عمل له غسيل مخ. مينا تانية ابتدائي، يا دي المصيبة. طب انت يا ستي مش قادر تقنع الولد؟ لا مش قادر. جابت الولد عشان اتكلم معاه، كلمت الولد الحمد لله. بس عايز اقول لك الموقف، ان حتى مينا تانية ابتدائي عنده الجرأة بيكلم الولد، لحد اهل الولد ما خافوا عليه، بقى المسلم خايف على ابنه من التنصير، من التبشير، من الردة. يا فين العلم؟ فين العلم؟ فين الإيمان؟ فين الإسلام؟ فين القوة؟ فين العزة؟ في خطورة. وبعدين 3 شهور أو 4 شهور بالضبط كارثة تانية، كارثة تانية، عيل في سنة رابعة ابتدائي عنده جنب البيت شاب نصراني بيبيع فاكهة، فكهاني. الولد بيروح يشتري من الفكهاني، أتاري الفكهاني كمان بيعرض عليه الشبهات، انتوا عندكم كذا، الدين بتاعكم بيقول كذا، القرآن بتاعكم بيقول كذا. فالولد جاي يسأل، حتى الفكهاني النهارده بقى بيشكك، مينا بيشكك والفكهاني بيشكك والإنجيل بيتوزع في الجامعة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى في الدنيا؟ فين المسلمين؟ فين المؤمنين؟ بعد ما كنا إحنا الأقوياء، إحنا اللي بنهاجم دلوقتي بندافع؟ ما ينفع، ده وضع غلط، ولازم نتصرف. كل واحد فينا بقى يقرأ وينشر ويعلم الأولاد والجيران، يعلم الكبار ويعلم الصغار،
ماذا ترك لنا رمضان؟ شفت التركة؟ في تركة لازم نحافظ عليها: الصيام، قيام، قراءة القرآن، العلم، الذكر، الدعاء، صلاة الجماعة. وفي تركة تتعلق بالنصارى وتتعلق بأمريكا، بل تتعلق بالشيعة. هذا هو الواقع، ذكرته باستفاضة. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين شهر رمضان وقد تغيرت الأحوال إلى أحسن الأحوال. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وإيمان وعمل صالح. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام وقراءة القرآن، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اجعل هذا الشهر فاتحة خير على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك الغالبين ومن حزبك المفلحين. اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا بالأمس القريب نتكلم عن صورة الاستعداد لاستقبال رمضان، وكنا نتهيأ لاستقبال ذلك الشهر الكريم الطيب المبارك. وأما في اليوم فنحن بنتكلم عن وداع رمضان، وأيضا ننظر ماذا ترك رمضان. فرمضان أتى محملا لنا بالطاعات والقربات والعبادات والخيرات، فكما ذكرنا قبل ذلك أن شهر رمضان هو شهر الصيام، هو شهر القيام، وهو شهر المغفرة والرحمة، وهو شهر العتق من النيران، وهو شهر البر والتقوى، وهو شهر قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رحل رمضان، ولكن لم ترحل تلك الطاعات التي تعودنا عليها في رمضان. ولعلنا أيضا ذكرنا أن رمضان هو الشهر الذي ننطلق من خلاله إلى باقي العام، وكما استمعنا إلى تلك الكلمات الطيبات المباركات، أنه ما ينبغي للإنسان بعد شهر رمضان أن ينقطع عن هذه العبادات التي تذوقناها في شهر رمضان من صيام ومن قيام، وسعي الإنسان إلى البر والتقوى، وكذلك إلى قراءة القرآن. رحل رمضان ولكنه ترك لنا القرآن، وقد استمتعنا بقراءة القرآن في شهر رمضان، واستمتعنا أيضا بالاستماع إلى آيات الرحمن في شهر رمضان. فالكل قد انشغل بين قراءة في كتاب الله تعالى وبين استماع إلى آيات الله سبحانه وتعالى، وكأن المسابقة بين الناس في رمضان أيهم أسرع ختما للقرآن. فالكل قبض على مصحفه، والكل يتحين الفرصة لكي يقرأ في مصحفه، ونمتع الأعين بالنظر إلى كلام الله تعالى، نمتع أيضا اللسان بترديد كلام الرب سبحانه وتعالى، ونمتع الأذان بالاستماع إلى آيات الرحمن سبحانه وتعالى. فيتبقى لنا ونقول: ماذا ترك فينا القرآن؟ وهل تلاشى ذلك الأثر الذي وجدناه في رمضان من قراءتنا للقرآن؟ فإن كنا قد قرأنا القرآن ووقفنا مع آياته ونظرنا إلى مدلول ومفهوم هذه الآيات، لا تبين لنا
أن المؤمن في قراءته لكتاب الله تعالى أو في استماعه إلى آيات الرحمن يتأثر ذلك التأثر الإيجابي الذي يستمر مع الإنسان في واقع حياته. المؤمن عندما يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى لم يقرأ القرآن كقراءة حلقية، وعندما يستمع أيضا إلى آيات الرحمن لم يستمع بآذانه فحسب، ولكن هذه الأذن تنقل ذلك الكلام المسموع إلى قلبه لكي يتفاعل مع كلام ربي سبحانه وتعالى في حياته، لأنه يعلم أنه لا تصحيح للمسار ولا تعديل لمسار الإنسان إلا من خلال اعتماد تلك الآيات. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ونحن نقرأ في كتابه، بيّن لنا كيف أن المؤمن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. فالقراءة في القرآن ليس المقصود منها هو قراءة حلقية لا تجاوز تراقي الإنسان، كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج لما قال عنهم أنهم يقرؤون القرآن لينا رتبا، ولكن قال يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، أي أنه لا أثر لذلك القرآن على واقع حياتهم، فإنهم لم يقوموا لا بضبط قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون من خلال ما يتعلمونه أو يقرؤونه في كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن قد قرأنا في مصاحفنا واستمعنا أيضا إلى آيات الرحمن وتتلى على مسامعنا، فكان مما قرأنا ومما استمعنا أن الله تعالى وصف لنا المؤمن عندما يستمع إلى آيات الله، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما ينبغي أن نمر على هذه الآية ثم ننتقل إلى غيرها دون أن يكون لنا وقفة. الله عز وجل يبين لنا أثر القرآن على المؤمن، أثر القرآن على المؤمن، وليس العبرة بالكم الذي نقرأه من كتاب الله تعالى، ولكن العبرة ماذا استفدنا من خلال هذه الآيات. هذه آية الله عز وجل وصف لنا حال المؤمن عندما يستمع إلى آيات الله عز وجل، وكيف أنه يسلم وينقاد ويخضع ويذعن لكلام الرب سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الأثر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كذلك أيضا نقرأ في كتاب الله تعالى في موضع آخر يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أثر هذا القرآن على المؤمن، وهذا هو المعيار والميزان الذي تزم من خلاله أنحن قد قرأنا القرآن كما ينبغي، أم كان سعي الإنسان في سرعة ختم القرآن في نهاية الصورة. مقصد الإنسان عندما يفتتح الصورة ينظر إلى آخرها، لا ينظر ولا يقف مع الآيات التي نقرأها. الله عز وجل كما قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يزداد إيمانا مع إيمانهم كلما استزادوا من تلاوة الآيات أو من قراءة في كتاب الله تعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل كنا نستشعر الزيادة في الإيمان كلما كنا نزداد قراءة أو استماعا إلى آيات الله سبحانه وتعالى، أم كان ذلك الهم للإنسان هو آخر الصورة، هو السرعة في ختم القرآن دون أن نستفد مما قرأناه أو استمعنا إليه من آيات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا أيضا حال الأولياء، حال الأتقياء عندما يستمعون إلى آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الأنبياء وكيف يتأثرون عندما يستمعون الآيات. أولئك الذين أنعم الله عليهم
من النبيين من ذرية آدم ومما حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو أثر القرآن على المؤمن، عندما يقرأ هذه الآيات لا يجد إلا أن يعبر عن استسلامه وعن انقياده وعن خضوعه لربه سبحانه وتعالى، وأن يكون عاملا بمدلول تلك الآيات. قرأنا في كتاب الله تعالى وقرأنا في مصاحفنا أن الله عز وجل بيّن أن المنافق يستمع إلى آيات الله عز وجل، ولكن لا أثر لذلك المسموع ولا أثر لذلك المقروء على حاله، لأنه قرأ الآيات كألفاظ وكأنها لا معنى لها. أما المؤمن فإنه لا يقرأ اللفظ فحسب، ولكن يقف على المعنى، لأن الله تعالى تعبد العباد أن يطبقوا ما قرأوه من كتاب ربهم. الله عز وجل كما بيّن لنا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلة ذلك الإنسان عند ربه في الجنة عند آخر آية يقرأها، فأنت ترقى في درجات الجنة على حسب أخذ العبد من كتاب ربه. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هذا حال المؤمن بعد دخوله الجنة. ولكن كيف الدخول إلى الجنة؟ الدخول إلى الجنة من خلال تطبيق الإنسان لكلام الرب سبحانه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تطبقون من كلام الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقرأ القرآن ونقف مع مدلول ومفهوم الآيات، ثم ندخل الآية بعد ذلك إلى حيز التنفيذ، إلى حيز التطبيق. هذا هو حال الإنسان مع قراءة القرآن، تقرأ وتعي وتفهم، وقبل أن ننتقل إلى الآيات الأخرى عند ذلك أقف على المدلول ثم أنظر كيف أدخل الآية إلى حيز التنفيذ وإلى حيز التطبيق. وإلا قد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون مع الصحابة ومع المؤمنين إلى آيات الله تبارك وتعالى التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما كانوا يفقهون ولا يفهمون مدلول هذه الآيات، والله تعالى وصف لنا ذلك الحال. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انظر إلى الآية، لو وعى الإنسان مدلول هذه الآية لخشى على نفسه، لو قرأنا هذه الآية لخشى الإنسان على نفسه. عندما نقرأ هذه الآية نقول أنها كانت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى طبع الله عز وجل على قلوب هؤلاء، وبالتالي لم يفهموا معنى ولا مدلول لهذه الآيات، عبارة عن كلام هو ألفاظ لكن كأنه جرد من المعنى، فده الحال. فهل يا ترى حالك مع القرآن كحال هؤلاء؟ ومنهم من يستمع إليك، كانوا يستمعون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فالله تعالى حجب عنهم أن يفهموا مدلول أو مفهوم هذه الآيات، وإن حجب عن الإنسان أن يفهم مدلول الآية أن له التطبيق بعد ذلك، أن له أن يطبق هذه الآيات، كما قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى ترى لماذا لم يفهموا ولم يفقهوا مدلول الآيات؟ قلنا لأن هذه القلوب قد حرم الله عز وجل هذه القلوب أن تفقه معنى الآيات، فكان لزاما عندما نقرأ في كتاب الله تعالى أن نفهم مدلول الآية، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. هذا الكلام يوجه إلى من؟
لم يوجه هذا الكلام إلى الذي لا يقرأ القرآن، هذا الكلام موجه إلى قارئ القرآن. نقول يا قارئ القرآن، القرآن حجة لك أو عليك، كما قال الله تعالى في كتابه، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نقول يا ترى الوعيد لمن؟ قال فويل للمصلين، أما الذي لم يصلي نقول خرج من ذلك الخطاب، ده الوعيد ده موجه إلى المصلي الذي يتكاسل عن صلاته، فما بالنا بالذي انقطع عن الصلاة ابتداء. كذلك أيضا نقول يا قارئ القرآن، القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون ذلك القرآن شفيعا للإنسان عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإما أن يأخذ بقفى ذلك الإنسان فيزج به إلى النار والعياذ بالله. وبالتالي إن قرأ العبد القرآن نقف على المدلول ونقف على المفهوم. لو قلنا لك حسبك عندما تقرأ في كتاب الله، وقلنا يا فلان حسبك، ما معنى الآية التي تقرأ؟ ما مدلول الآية التي تقرأ؟ لا نريد منك مدلولا تفصيليا، ولكن مفهوم الآية، مدلول الآية، أن لك أن تتدبر الآيات وأنت لم تعي معنى الآية أو مفهوم الآية أو مدلول تلك الآيات. فعلى ذلك نقول عندما نقرأ القرآن لابد من حضور القلب، لابد من يقظة القلب، لابد أولا أن نطمئن أننا قد أزلنا ذلك القفل الموجود على القلب أو ذلك الغلق الموجود على القلب، لأنه لا سبيل أن نتدبر الآيات إلا مع حضور ذلك القلب وإزالة ذلك الغلق أو ذلك القفل الموجود على قلبك، كما قال ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى اللي هيحجب الإنسان عن التدبر هو ذلك الغلق الموجود على قلبه، وبالتالي عند قراءة القرآن يبقى على ذلك نطمئن إلى حضور القلب، وأن القلب قد انقطع عن أي شاغل من شواغل الدنيا حتى يكون مقبلا على كلام الرب سبحانه وتعالى. وليس العبرة بالكم الذي نقطعه في القراءة، ولكن ما هي المفاهيم وما هي الحكم والأحكام والمواعظ والإرشادات والنصائح المستفادة مما قرأنا. وكثيرا ما نستمع إلى من يتكلم عن القرآن دوما يردد هذه الرواية التي ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال كان من كان يقرئنا من القرآن كعبد الله بن مسعود كعثمان بن عفان كأبي بن كعب يقولون أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقلون إلى غيرها إلا بعدما يتعلمون ما هو العلم في هذه الآيات ثم يعملون بناء على ما تعلموه. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. دايما لما نستمع إلى من يتكلم عن القرآن وأخذ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن نستمع دوما إلى هذه الرواية، يرددون هذه الرواية أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كان من كان يقرئنا القرآن كابن مسعود، كان بياخذ القرآن أو من ابن مسعود عثمان بن عفان وبيع بن كعب، يقولون أنهم كيف كانوا يأخذون القرآن من فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون 10 آيات ثم يتعلمون العلوم التي اشتملت عليها تلك الآيات ثم يطبقون. يبقى ده كان الحال، ولذلك قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل، تعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى بياخدوا مجموعة الآيات هذا المقطع، وبالتالي يا ترى ما هي العلوم التي شملت عليه، الإرشادات التي توجه إلينا من خلال هذه الآيات، المواعظ، الحكم، الأحكام، هو ده المطلوب أن نقوم بتطبيق ذلك الكلام. وبالتالي تعلموا القرآن والعلم والعمل ثم ينتقلون إلى غيرها. يبقى ده كان سبيل الصحابة على الرغم من جودة حافظة الصحابة رضي الله عنهم، يعني ذلك الصحابي من الممكن أن ينكث يوما كاملا يحفظ ذلك الكم الكبير من القرآن، ولكن المسابقة بين الصحابة ليست المسابقة في أيهم أكثر حفظا للقرآن، ولكن أيهم أكثر أخذا لكلام ربهم سبحانه وتعالى وأيهم أكثر تطبيقا لكلام الله سبحانه وتعالى. لذلك بنجد أن الإمام أحمد رحمه الله لما وقف على رواية النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإمامة قال أكثرهم حفظا للقرآن، قال أي أكثرهم فقها بالأحكام. يبقى نقول والله جاب الكلام ده منين؟ استقراء أن الصحابة ما كانتش بتحفظ القرآن بعيدا تماما عن المدلول والمفهوم وبعيدا تماما عن التطبيق. آية محفوظة يبقى معناها يعلم العلم الذي في الآية وكذلك يطبق، فلا ينتقل إلى غيرها
إلا بعدما أن يكون مطبقا للآية التي أخذها. ولذلك وجه الكلام كده أكثرهم حفظا للقرآن، قال أكثرهم فقها. يبقى أكثرهم فقها ليه؟ قال لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتسابقون في حفظ القرآن بعيدا عن المعاني أو بعيدا عن التطبيقات، ولكن هذه آية محفوظة، يبقى على ذلك يعلمون ما فيها من علوم وكذلك يطبقون ذلك في واقع حياتهم. فقرأنا القرآن واستمتعنا بقراءته، واستمعنا إلى القرآن واستمتعنا أيضا بالاستماع إلى القرآن في صلاة التراويح. فماذا تعلمنا من القرآن؟ القرآن أبرز لنا قضايا كثيرة، قضايا كثيرة أبرز لنا القرآن، وكانت القضية الأساسية والرئيسية هي قضية العبودية. القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن هذه القضية، قضية العبودية. ولكن نقول أن هناك قضايا، تحقيق العبودية موقوف على تحقيق الإنسان لهذه القضايا. قضايا كثيرة تكلم عنها القرآن، كلها قضايا خادمة للقضية الرئيسية، القضية الأساسية، وهي قضية العبودية، توحيد الرب سبحانه وتعالى، تجريد العبادة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالقرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن قضية العبودية، ولكن هذه قضايا أيضا، هذه القضايا هي مظاهر تحقيق الإنسان للعبودية، وتحقيق الإنسان للعبودية موقوف على تحقيق الإنسان لهذه القضايا. قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى، فكان من المبادئ وكانت من الأصول الثابتة التي ينبغي أن تكون ثابتة في قلب المؤمن، وأيضا من اليقين الجازم أن العاقبة للمتقين، وأن المستقبل لذلك الدين، وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. هذا قرأناه في كتاب الله تعالى. فلا يكون حظ الإنسان من هذا المقروء هي قراءة، ولكن نقول نكون من خلالها هذه الأركان وتلك الدعائم وهذه الثوابت التي لا بد أن تغرس في القلب، وأن تكون على يقين من ذلك، وأن نجدد هذه الثقة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج أن نجدد هذه الثقة التي بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وإلا فنجد أن البعض يرى أن ذلك النصر وكأنه أمر مستحيل. هذا أمر مستحيل أن ننتصر أو تكون الغلبة للإسلام. وعلى ذلك نقول هذا كنتيجة الهزيمة النفسية التي ألمت بنفوس المسلمين، قلنا لأنهم ابتعدوا تماما أن يقفوا أو يكونوا هذه الأصول تلك الثوابت مما قرأناه في كتاب الله تعالى. فعلى ذلك نقول أن العاقبة للمتقين هذا يقين جازم، ولا بد أن تنظر إلى قلبك أن ذلك المعلم لا بد أن نقيمه بهذا الأساس وذلك الثبات في قلبك، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقرأنا ذلك ورأيناه من خلال ما قرأنا. فلا يكن حظك والقراءة فحسب، ولكن لا نكون هذه الثوابت وتلك الأركان والدعائم ولا نغرسها في القلب إلا من خلال ما قرأناه، أن تكون على يقين وأن تجدد هذه الثقة التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ليست عبارة عن آية نرددها وقد يتأثر بالإنسان تأثرا لحظيا، ولكن هذه الآيات نقولنا تكون ذلك الأصول والثوابت والدعائم الأساسية التي لا بد أن تغرس في قلب المؤمن. الله عز وجل بيّن لنا وما النصر إلا من عند الله، وأن العاقبة المتقين، قرأنا ذلك تكرارا ومرارا في كتاب الله، قال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قرأنا ذلك في كتاب الله، ولكن لو لم نقف على مدلول الآية فعند ذلك عبارة عن ألفاظ قرأناها ولكنها قد وكأنها نزع عنها المعنى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربنا سبحانه وتعالى
بيّن ذلك وذكر الله عز وجل أن العاقبة للمتقين. وكانت هذه أيضا هذه الأمور العملية، قلنا لكي نعلم هذا هو النصر العملي للمؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك من خلال ما قصه علينا من أحداث الأمم السابقة. يكفينا في ذلك أن نطالع سورة هود، يكفينا في ذلك، لن ننتقل من آيات من القرآن، ولكن يكفيك أن تقوم بدراسة سورة هود حتى نؤسس هذه الثوابت وتلك الدعائم في قلوبنا، ونعلم يقينا أن العاقبة للمتقين، وأن هذه الأمور يعني لا تكون إلا بما قدر ربنا سبحانه، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى مشيئة نافذة، هكذا قدر ربنا سبحانه أن العاقبة للمتقين. يكفي في ذلك أن نقوم بدراسة سورة هود من القرآن، تمكث على دراستها، تقف كده مع الآيات وتقرأ الآيات وتنظر إلى ذلك القصص الذي حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، وكيف أن الله تعالى مكن للطائفة المؤمنة، وكيف أن الله تعالى كتب الدمار والهلاك على هؤلاء الذين أعرضوا وانحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم. حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود قصة نوح عليه السلام مع قومه، حتى ختم لنا هذه القصة بقوله سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ننظر إلى قصة نوح عليه السلام وكيف أن الله تعالى مكن لنوح عليه السلام وهذه الطائفة التي آمنت مع نوح وما آمن معه إلا قليل، طائفة قليلة، ولكن غير الله عز وجل منار الأرض لهذه الطائفة التي قد لا تتعدى أصابع الأيدي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مكن لهؤلاء، وقضى ربنا سبحانه وتعالى على الطائفة المنحرفة، كتب الله تعالى عليها الدمار والهلاك. ولذلك قال الله تعالى لرسوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود أيضا قصة هود عليه السلام مع قومه، وأيضا ما تم بين هود عليه السلام وبين قومه، وكل نبي ما قصر في دعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل، ما بعث الله عز وجل من نبي إلى قومه إلا وكان يدعو قوم، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن نقول دوما طبيعة المعركة بين الحق والباطل، طبيعة المعركة بين الحق والباطل، أهل الباطل يجندون أي وسيلة من الوسائل التي يحاولون من خلالها دفع المسلم أن ينحرف ويبتعد عن طريق ربه المستقيم، هذه بغية هؤلاء، سعي هؤلاء الدائم، وبالتالي نجد أنهم يدبرون هذه الوسائل أن حتى يدفعون المسلم أن ينحرف عن سبيل ربه سبحانه وتعالى المستقيم. هذا هود عليه السلام، قال الله تعالى في شأنه: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. كانت هذه قصة هذه الأمة، قصة عاد قوم هود عليه السلام، وأن الله تعالى كتب عليهم الدمار والهلاك، ونجى الله سبحانه وتعالى هودا وهذه الطائفة المؤمنة التي آمنت مع هود. كذلك في سورة هود نقرأ عن صالح عليه السلام، بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلى ثمود، أيضا وكانت هذه المقاولة كحال الأنبياء والرسل الذين سبقوه، وثم كتب الله عز وجل أن تكون نهاية هذه الأمة إلى الدمار والهلاك، ونجى الله سبحانه وتعالى صالحا والذين آمنوا معه، قال سبحانه: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذا أيضا ما حدث مع لوط عليه السلام، كيف أنقذ الله سبحانه وتعالى ونجى لوط عليه السلام ومن آمن معه، وكتب الله عز وجل الدمار والهلاك على قومه الذين كانوا يفعلون هذه الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. قال ربنا سبحانه: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود أيضا
قصة شعيب عليه السلام مع قومه مع مدين، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين أمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قص علينا ربنا سبحانه وتعالى ذلك القصص وتلك الأحداث في سورة هود، حتى ختمت هذه الصورة مبينا لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي العبرة والعظة التي تؤخذ من خلال ذلك القصص. هل يا ترى القصص ده قلنا حكاوي كده تاريخية عبارة عن تسرية أو تسلية، ولا لأخذ العبرة والعظة؟ إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما قال سبحانه. ختمت هذه الصورة بقول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى عشان يبقى الإنسان على يقين أن العاقبة للمتقين، ننظر إلى موسى عليه السلام ولما اشتد ذلك الكرب على قومه ماذا قال لهم موسى؟ قال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة المتقين، نقول كلام لا يحتاج إلى مناقشة، كلام ما ينبغي أن يتذبذب المسلم أو يشك أو يتردد في ذلك، لكنها عقيدة ثابتة، عقيدة ثابتة. ولكن ينبغي أن تكون أهلا، ينبغي أن تكون أهلا لكي تؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. ولينصرن الله من ينصره كما قال سبحانه وتعالى. فهذا القصص لماذا حكاه لنا ربنا سبحانه ولماذا قص علينا ذلك القصص؟ قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، بدل تثبيت القلب، ونعلم يقينا أن العاقبة للمتقين. ولكن الأمر يحتاج إلى صبر طويل، يحتاج إلى صبر ونعلم ونتعرف على السنن الكونية. يبقى هذا يقين جازم أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأن المؤمن يعني حتى لو رأى أن الغلبة لهذا الباطل في بعض الأوقات فعلى ذلك لا تسلم ولا ينهزم المؤمن، كما قال الله تعالى ويكفيك هذه الآية، قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولابد أيضا أن نعلم علما يقينيا أن الحق لا ينهزم، الحق لا ينهزم أبدا، ولكن قد ينهزم أهل الحق عندما لا يتمسكون بذلك الحق. يبقى نقول أن الحق لا ينهزم، لا ينهزم الحق أبدا أمام الباطل، ولكن قد ينهزم أهل الحق لأنهم خذلوا ذلك الحق الذي هم عليه أيضا، ودخلت وتسللت إلى قلوبهم هذه الهزيمة النفسية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج إلى إبراز معالم هذه القضية في قلوبنا، ونحتاج إلى تأسيس هذا اليقين الجزمي في قلوبنا، ونعلم يقينا بلا تردد أن العاقبة للمتقين، وأن النصر من عند الله، وأن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نقول هذه الثقة كيف نكونها؟ لا تكون في قلب المؤمن إلا بالتعرف على الله تبارك وتعالى. والقرآن كله يتكلم عن الرب سبحانه، يتكلم عن أفعاله، يتكلم عن صفاته، يتكلم عن أسمائه. القرآن كله هو كلام عن الرب سبحانه وتعالى، فتحتاج أن تتعرف على الله عز وجل. هذه المعرفة، المعرفة الذي ينشأ من الإعظام والإجلال لله سبحانه وتعالى. لو نشأ ذلك الإعظام والإجلال في قلبك لله لن دفع الإنسان من فوره لكي يتمثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من قضايا الأساسية التي تعلمناها من القرآن هي قضايا كادت أن تندرس في حياة المسلمين، كادت أن تتلاشى معالم هذه القضية من حياة المسلمين. ومن كان عالما بهذه القضية كان عالما بقشور القضية أو بظواهر هذه القضية، وقد يخفى عليه كيف يكون التطبيق. هذه قضية نقول لا صحة لإيمان الإنسان إلا بتصحيح هذه القضية، قضية الولاء والبراء وعدم التشبه بالكافرين. هذه القضية عندما نقرأ عنها أقول لك أين تقرأ؟
قرأنا عنها في كتاب الله تعالى. أين نقرأ هذه القضية؟ نقرأ هذه القضية في الصور المدنية. اقرأ عن قضية الولاء والبراء وعدم التشبه بالكافرين، أقول اقرأ ذلك في الصور المدنية. اقرأ ودقق النظر في الصور المدنية وانظر إلى معالم هذه القضية وكيف أنها قضية نقول واضحة المعالم، وكذلك أيضا لابد أن يتضح لنا كيف نطبق ذلك الأمر. يبقى التعرف على القضية، يبقى هذا أمر مطلوب. الأمر الثاني في كيفية تطبيق هذه القضية، وإلا كما قلنا قد اندرست هذه القضية نقول من حياة المسلمين، نحيت تماما من حياة المسلمين، ومن كان عارفا بها أو عالما بها كان عالما بقشور أو مظاهر القضية، ولكن لعله غفل عن تفاصيل القضية أو تطبيق هذه القضية. قلنا نقرأ عن هذه القضية في القرآن المدني، ولما نقرأ في القرآن المدني أقول فلتركز ولتدقق النظر عند النداءات عندما ينادي علينا ربنا سبحانه وتعالى بنداء الإيمان، حتى نعلم أنه لا سبيل لإبراز القضية إلا من خلال تثبيت معالم الإيمان في القلب. فمقتضى الإيمان، لوازم الإيمان، يلزمك أن تكون مبرزا لمعالم هذه القضية، متعلما هذه القضية، بل لا صحة لعقيدة الإنسان إلا بتصحيح معالم هذه القضية. هذه قضية من قضايا الاعتقاد، ولكن نجد إبراز هذه القضية كانت في القرآن المدني خاصة عند النداءات الإلهية. تتخيل عندما نقرأ يا أيها الذين آمنوا، عند ذلك ينبغي أن يتحرك باعث الإيمان الذي كونه الإنسان في قلبه، يتحرك باعث الإيمان، ثم بعد ذلك ما كان لذلك العبد إلا أن يقول لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، ثم يكون ذلك الإنصات لا نقول بإذنيه ولكن بجميع جوارح الإنسان، يستمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، يستمع إلى توجيهات الرب سبحانه وتعالى لعبده. نقرأ ذلك في الصور المدنية خاصة مع النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها علينا بنداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. سبق تكوين الإيمان، فكان مقتضى ولازم هذا الإيمان هو امتثال الإنسان لهذه القضية، يلزمك ذلك الأمر. نعم، نقرأ ذلك بوضوح وجلاء في هذه الصور المدنية. في صورة آل عمران نادى الله سبحانه وتعالى وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية بتبين، بل نقول قبل أن نبدأ الكلام نقول قضية الولاء والبراء من القضاء البارزة في سورة الفاتحة. يبقى قبل الكلام كده من خلال الصور المدنية نقول سورة الفاتحة التي نقرأها ليلا ونهارا، بل لا تصح ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا بقراءة سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة إبراز لمعالم هذه القضية. ألم نطلب من ربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم نبين صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نقل ذلك في سورة الفاتحة؟ نقرأ ذلك ونردد ذلك ونلح في ذلك الدعاء الذي أوجبه الله عز وجل علينا في كل ركعة. نقول ونطلب ذلك المطلب من الله، اهدنا الصراط المستقيم. أنت ماذا تطلب؟ أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أسلك سبيل المؤمنين. ثم معالم الصراط، معالم الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، بنحدد إحنا صفة الصراط، إحنا بنطلب كده اهدنا الصراط المستقيم. أقول لك أتعلم معالم هذا الصراط؟ أتعلم صفة ذلك الصراط؟ نقول نعم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى أنت بتطلب من ربك سبحانه وتعالى أن تسلك سبيل المؤمنين، وفي المقابل تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يجنبك سبيل المفسدين، سبيل الضالين، المنحرفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنت المطلب ده بنطلب فيه؟ أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أسلك طريق المؤمنين، وأن الله تبارك وتعالى يعصمني أن أكون مع مسلك الآخرين، هؤلاء الذين انحرفوا عن ذلك الطريق. فعلى ذلك ينبغي عندما نسلك هذا الطريق تسلك الطريق قلبا وقالبا، لا تطلب أن تسلك ذلك الطريق قالبا، أما قلبا أن تكون مع هؤلاء. ولذلك نقول أنت قلبا وقالبا ينبغي أن تكون مع الطائفة المؤمنة. فعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى
نادى علينا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مفيش سبيل أبدا لانحراف الإنسان. إزاي ممكن تكفر بربك سبحانه وتعالى والقرآن بين أيدينا؟ القرآن لم تناله هذه الأيدي التي نالت من التوراة والإنجيل فحرفوا وبدلوا وغيروا، ولكن هذا هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، والله تعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالله تعالى حذر المسلم أن يطيع هؤلاء الذين كفروا، لأنهم ما يبتغون أبدا إلا أن تكون الردة بعد الإسلام، أن يكون ذلك الانحراف بعد الاستقامة. نقرأ أيضا في نفس السورة في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نقرأ الآية يبقى على ذلك تقف مع معالم هذه الآية. والله تبارك وتعالى بيّن ما أغلق عليه الكفار، ما أغلقوا ذلك القلب إلا على حقد وحسد وغل للمسلمين. يبقى قلب الكافر هذا قلب أغلق على الحقد والحسد والغل للمسلمين، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حذر من مصادقة هؤلاء. إياك والمصاحبة، إياك والمصادقة، لا تصاحب إلا مؤمنا في كلام يسير. قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تعب عليك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألم نقرأ ذلك في كتابنا؟ فكان ذلك توجيها الإنشاء من الله تبارك وتعالى: أنك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. إياك والمصاحبة، إياك والمصادقة مع الكفار. فالله تعالى حذر من ذلك، فكان ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن نفسية الكفار اتجاه المؤمنين. الله تعالى يحدثنا عن نفسية الكفار اتجاه المؤمنين. عند ذلك لو أبدى ذلك الكافر، لو أبدى ذلك الفرح أو السرور أو أبدى نقول كذا وكذا، نقول لا والله إنه لكاذب. من نصدق؟ أتصدق كلام الرب سبحانه وتعالى الذي يطلع على القلوب أم تصدق ظهر هذا الإنسان؟ أنت تكذبه بشهادة القرآن. فالله عز وجل كما قال: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نقرأ أيضا في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وخير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نقول هذه القضية يعني كان يكفينا آية واحدة، ولكن نكد هذه التأكيدات في كتاب الله تبارك وتعالى خاصة مع تلك النداءات. نقول هذا النداء، قلنا عند ذلك يتأهب الإنسان لكي يستمع ما وراء ذلك النداء، يتحرك باعث الإيمان داخل القلب، ومقتضى ولازم هذا الإيمان يأمر العبد أن يكون ممتثلا لكلام الرب سبحانه وتعالى.
ننتقل بعد ذلك إلى سورة أخرى من سور القرآن المدني، من سورة النساء. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. كلام صريح، قلنا هذا الكلام لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم يأتي الكلام في سورة المائدة، وهي سورة من سور القرآن المدني، قال فيها ربنا سبحانه وتعالى بتحديد هذه الأصناف صراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالى يقول لنا بالتنصيص من هو العدو. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا أيضا من السمات البارزة لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نقرأ في كتاب الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على ذلك كانوا مظهرين مطبقين لهذه القضية، فكانت من المعالم الأساسية في حياة هؤلاء. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فيما يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اقرأ الآيات وتعي ولتفهم ما هو مقصود وما هو إرشادات وما هو الوعظ والنصح الذي نأخذه من تلك الآيات. اقرأ بعد ذلك في نفس الصورة بعد تلك الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اقرأ ذلك. نقول آيات، هذه الآيات سردت في سورة المائدة بهذه الكيفية كما قلنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم نقرأ بعد ذلك في سورة أخرى من سور القرآن المدني، في سورة التوبة. هذه السورة قال فيها ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. على ذلك عقيدة الولاء والبراء حتى لو كانت مع أقرب الناس إليك، حتى لو كانت مع الآباء، حتى لو كانت مع الأبناء، حتى لو كانت مع الإخوة والأخوات، حتى لو كانت مع قبيلة الإنسان، حتى لو كانت مع عشيرة الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تأتي أيضا هذه السورة التي ينبغي أيضا أن نقوم بدراستها، سورة الممتحنة. هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها تتكلم عن هذه القضية. افتتحت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ عدوكم أولياء، ثم ختمت: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. على ذلك نقول هذه الآيات وردت بهذه الصورة، بذلك النداء. نادى الله عز وجل على أهل الإيمان بنداء الإيمان، قلنا لكي يتحرك باعث الإيمان ويتأهب الإنسان ويتأهل أن يكون مستقبلا لما يخبرنا به ربنا أو بما يأمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك بيّن الله عز وجل: ليست من صفات المؤمنين موالاة الكفار، هذا يتنافى مع الإيمان، هذا يتنافى مع الإيمان. نقرأ ذلك أيضا في سورة أيضا آل عمران،
قال ربنا سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والله تعالى بيّن أن مولاة الكفار من صفات المنافقين. هذا من صفات المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فنقول أن مولاة الكفار من صفات المنافقين، من صفات المؤمنين. فلكن بالنسبة لصفات المؤمنين على ذلك ليس عندهم هذه المولاة للكفار، لأن هذا يتنافى مع الإيمان، يتنافى مع الإيمان. لذلك قال العلماء أن الله تعالى قال بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قالوا هذه الردة تحدث عن طريق هذه المولاة. قلنا الأمر ليس بالأمر الهزلي، ولكن هذا أمر لا يحتاج نقول إلى تأويل، هذا أمر ثابت. نقول هذه قضية، هذه قضية من أبرز القضايا التي أبرزت عن طريق ذلك القرآن المدين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن قلب المؤمن لا يسع إيمان بالله ومودة للكافرين. قلب المؤمن لا يسع إيمان بالله وكذلك مودة للكافرين. نقرأ ذلك في خاتمة سورة المجادلة، وهي سورة أيضا من سور القرآن المجني. قال ربنا سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه خاتمة سورة المجادلة، هي سورة من سور القرآن المدني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الصورة التطبيقية لقضية الولاء والبراء، متمثلة في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه قضية، هذه قضية كما قلنا في صلب قضية العبودية، في صلب قضية العبودية ألا وهي قضية الولاء والبراء. على ذلك توجيهات القلب أنت عبد ربك سبحانه وتعالى، كيف نحقق العبودية بما كان بقلب ذلك الإنسان، يبقى قلب المؤمن كما بينا فيسعى يؤمن بالله ومرد نتعرف أيضا على هذه الصورة التي من خلالها نطبق قضية الولاء والبراء. فليس معرفة العبد للقضية هو التطبيق، ولكن نحتاج إلى التطبيق. وكذلك ليس معنى ذلك التطبيق هو أننا نتخاذل أو نتقاعس عن دعوة هؤلاء لدين الله عز وجل. فأنت مسؤول، لا نقول عن دعوة المسلمين، ولكن أنت مسؤول عن دعوة الخلق دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال الله في كتابه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنت مسؤول عن تبليغ هذه الدعوة لدين الله عز وجل. ولما حكى لنا الشيخ سعيد الروبي حفظه الله هذا الأمر وكيف أنهم قاموا بتوزيع الإنجيل لا تتعجب، نحن نتعجب، ولكن هؤلاء ما فعلوا ذلك إلا كنتيجة تخاذل أهل الحق، فهم الذين لم ينصروا ذلك الحق. أنت أولى بذلك، لا تتعجب أن ذلك قام بنشر هذه البضاعة الزائفة الفاسدة، ولكن أين أنت؟ نقول على ذلك: منذ كم وأنت تستمع إلى آيات الله؟ في كل مرة نردد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولا آية. لو خرجنا من كل درس بآية أو بعظة أو بنصيحة، لماذا أمسكت ذلك في صدرك؟ لماذا أنت ترى أن الدعوة يتحملها فلان وفلان؟ ولكن نقول أن كل مسلم
لابد أن يكون داعيا لدين الله عز وجل. أن تحمل هذه الجماعة الرائجة بالضعة على تطير، فلماذا لا نقول للأشياء لا تتعجب أن أهل الباطل في سعيهم إلى مسح ذلك الباطل؟ الله عز وجل قال لنا ذلك، فلا نتعجب. هدف هؤلاء يسعى هؤلاء القوم بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال لنا ربنا سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هذا ما يدمرونه في قلوبهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قلنا ده بغية هؤلاء، ولذلك ذكر الله عز وجل أنه رأى عندهم الجدية في الدعوة لهذا الباطل. نقول هؤلاء عندهم جدية في الدعوة لذلك الباطل. قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، قال لنا الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لأن ذلك لا تولي عندهم في استعمال أي وسيلة من الوسائل لدفع ذلك المسلم أن ينحرف عن دين رب سبحانه وتعالى، سواء كان التشكيك في العقيدة، سواء كان الإغراق في المال، في النساء، أي صورة من الصور. ولكن انظر أنت، قد يبخل الإنسان أن يضحي بجنيه واحد، نقول والله يشتري كتيبا ثم يقوم بدفعه إن كان لا يستطيع أن يتكلم بلسانه، نقول شريط حتى لو كان من شرائط القرآن، عند ذلك تدفعه إلى فلان وفلان. كيف تكون الدعوة؟ كيف تكون الدعوة؟ أنت مسؤول عن دين الله سبحانه وتعالى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله عز وجل أوجب عليك ذلك، أوجب عليك ربنا سبحانه وتعالى أن تجاهد في سبيل الله عز وجل، وليس معنى ذلك الجهاد ورفع السيف فقط، ولكن أنت تحارب في دينك، فعلى ذلك لا بد من نشر ذلك الدين، ولا بد من بث ذلك الدين، والذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى، والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ذلك منذ كم وقت نستمع إلى هذه الأعمال، فذلك الدعوة عندنا مقصورة على الوقوف المادي، لم نقف داخل الشارع، نحن ما زلنا ندعو داخل بدون المسجد، داخل حيز المسجد، فجاء على ذلك تضعفت الناس كما فعل نوح عليه السلام، ذكرنا قبل ذلك قصة نوح عليه السلام. هذه القصة التي لابد أن يقول الإنسان بدراستها. نوح عليه السلام ما ترك مكانا إلا وطرق ذلك المكان ليدعو لدين الله عز وجل، ولذلك التقرير الذي قدمه نوح عليه السلام اقرأ ذلك في سورة نوح أنه قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نقول بالليل والنهار، بالسر والجهار، وكان يخشى الناس في ناديهم، في أماكنهم، في بيوتهم. على ذلك هذه الدعوة لدين الله عز وجل. نقول حالك كحال ذلك الرجل الذي يبيع البضاعة على يديه، ماذا يفعل؟ نقوم يقوم بطرق الأبواب، نقول يقوم بطرق الأبواب، ولو سد ذلك الباب في وجهه على ذلك عاد الطرق مرة ثانية. نقول لماذا؟ لأنه يعلم أن حياة هذا الإنسان على حسب ما يحقق من أرباح، فكان لابد من نشر هذه البضاعة. إن كان قد أغلق ووسد ذلك الباب في وجه اليوم، عند ذلك نقول أنه يمارس الطرق مرة ثانية. أنت معك هذه البضاعة، لماذا لا تدعو لدين الله عز وجل؟ دعوتنا ما زالت طابعة في المسجد، ما زالت طابعة لمن يأتي في المسجد، حتى نقول هذه الدعوة لم تخرج بعد إلى عوام المسلمين. على ذلك ما الذي يخرج هذه الدعوة إلى الشوارع، إلى الطرقات؟ ما الذي يخرج هذه الدعوة؟ على ذلك ما زلنا نجلس، وعلى ذلك الإنسان يشعر أنه قد أدى ذلك الواجب، قد اقتطع من وقته حتى يستمع إلى هذه المحاضرة أو ذلك الدرس، ثم بعد ذلك تذهب هذه المحاضرة هباء منثورا كأنه لم يسمع شيئا. هل كان هناك من بلاغ؟ هل بلغت ذلك الكلام؟ بلغوا عني ولو آية. نقول أنت لم تطالب بحفظ القرآن بأكمله، حفظ السنة بأكمله حتى تقوم بالبلاغ؟ نقول حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك نقول آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، على ذلك نقوم بترديد هذه الآية على مسامع الناس، حتى لو صار الإنسان في طرقاته ويردد القرآن بصوت مسموع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل؟ قرأ ذلك القرآن على مسامع صناديد كفار قريش،
على مسامع صناديق كفار قريش. هكذا فعل عبد الله بن مسعود. نقول لو صار الإنسان الناس يسيرون في الطرقات ويرددون الأغاني ولا يستحي من ترديد هذه الأغنية، أنت كيف تستحي من ترديد ذلك القرآن؟ نقول حتى لو ركب الإنسان في مواصلة من مواصلات، يعني في مواصلة من مواصلات، لماذا لا نقرأ ذلك القرآن؟ لماذا نقول لا نكون حضرنا هذه الموعظة ثم ألقيناها على مسامع الناس؟ ما الذي يمنعكم من ذلك؟ يشعر الإنسان بالحرج، يستحي أن هو أن يتكلم بهذه البضاعة، نقول بهذه التجارة الرائجة. نقول على ذلك كيف تستحي من إظهار ذلك الحق؟ نقول أن أهل الباطل لا يستحون من ذلك. أهل الباطل نقول يعملون بالليل والنهار، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ربنا سبحانه وتعالى بيّن كيف أنهم يدبرون هذه الأمور بالليل والنهار، لا ينامون لا ينامون. أصحاب قضية، أصحاب هدف، عندهم بغية، أرادوا الوصول إلى ذلك، وبالتالي نقول لم يضنوا لا بمال ولا بمجهود في سبيل الوصول إلى هذه البغية وهذا الهدف الفاسد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يبقى على ذلك نقول أنهم رصدوا هذه الأموال. كل ذلك نقول مع اختراع الوسائل التي يستطيعون خلالها أن يتسللوا إلى داخل المسلم. نقول ما بين تشكيك، ما بين نقول تدليس، من بين دفع إغراء بالمال بالنسب أي صورة من الصور، نقول ما فيش وسيلة محرمة عندهم، وبالتالي يحققون ذلك الهدف بأي صورة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هكذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكانت هذه القضية قضية بارزة في كتاب الله تبارك وتعالى. أين أنت من هذه القضية؟ هل تعلمنا سورة التطبيق؟ كذلك أيضا كما قلنا مع الأخذ في الاعتبار أنك مطالب بدعوة هؤلاء لدين الله عز وجل، قلنا ما زالت دعوانا مقصورة على المسلمين، ولا نقول أنها مقصورة على كل المسلمين، ولكن على مجموعة طائفة مصغرة من المسلمين. أما باقي المسلمين فعلى ذلك ما زالوا يعيثون في الأرض فسادا، ونحن نترك هؤلاء. أين أنت من هذه الدعوة؟ انشغلنا بأنفسنا ولم ننشغل بالدعوة لدين الله تبارك وتعالى. متى تدعو لدين الله؟ متى ندعو؟ متى تبلغ هذه الآية أو ذلك الرواية التي تعلمناها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضية من القضايا. كذلك هناك قضايا أخرى كقضية الأمر معروف عن المنكر، كقضية الجهاد في سبيل الله، وكل هذه قضايا أبرزها لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن المدني. في القرآن المدني هذه التطبيقات، نقول على ذلك تطبيق، هذه تطبيق قضية الأبراء، تطبيق قضية أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا قضية الجهاد في سبيل الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي كفر بالله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله. أنت مطالب بذلك، وإن تقاعس الإنسان عن نصر ذلك الحق فأنت مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. فرمضان ترك لنا القرآن، فهل قرأنا القرآن بهذه الصورة؟ نقرأ ونقف على معالم الآيات، على مدلول الآيات، انظر إلى خطاب الرب سبحانه وتعالى، ماذا طلب الله عز وجل منا؟ أنت ستحاكم يوم القيامة على ما ورد في كتاب ربك سبحانه وتعالى، أنت ستحاكم يوم القيامة على ما ورد في كتاب الله تعالى. أين هذه التطبيقات؟ أين هذه الآية؟ فالقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا. نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، نسأل الله أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. سائلة تسأل: هل يجب قضاء أيام الحيض أولا قبل الستة البيض؟ إن لم تقول إلا ما استطع صيام العشرة أيام زائد ستة، عليها عشرة أيام حيض والستة، تقول ماذا أفعل؟ أولا تسمية الستة من شوال بالأيام البيض تسمية غير دقيقة،
الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، سميت بالأيام البيض لأن القمر يكتمل يبقى بدر، يبقى منور، السماء بتبقى منورة جدا مضيئة، فبيبقى في نور بالليل والنهار، ليل ونهار، فتسمت الأيام البيض. الليل أبيض عشان القمر مكتمل والنهار أبيض، فدي الثلاثة البيض. لما نيجي في أول شهر شوال ونقول الستة البيض، طب جه البياض منين؟ عرفت؟ هي بس التسمية الناس تعودوا عليها، لذلك لابد من التنبيه. أما مسألة قضاء الأيام الأول اللي عليها السائلة، قضاء أيام الحيض الأول ولا تصوم الستة من شوال الأول، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من قال يجب قضاء الأيام أولا، لازم تقضي اللي عليها الأول وبعد كده تصوم الستة من شوال. ليه؟ قالوا علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، طب اللي عليها أيام صامت رمضان ولا لسه؟ لسه ما عليهاش أيام. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فبعض العلماء قالوا تصوم اللي عليها الأول عشان يبقى صامت رمضان وبعد كده تصوم الستة من شوال، ده فريق من العلماء قال كده. والفريق الثاني قالوا لا، ممكن تصوم الستة من شوال الأول. طب والأيام اللي عليها من رمضان؟ قالوا القضاء موسع طول السنة. جابوا الكلام ده منين؟ من فعل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت يكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان، شعبان اللي هو قبل رمضان اللي جاي. طب ومن عائشة والستة بتوع شوال صمتهم خلاص، واللي عليها من رمضان القضاء موسع طول السنة. فاحنا عندنا مذهبين للعلماء، وفي مذهب ثالث وهذا ما نميل إليه إن شاء الله. المذهب الثالث بيقول إيه؟ بيقول حسب صحة الإنسان وقدرة الإنسان، بمعنى لو الإنسان عنده صحة يقدر يصوم اللي عليه وبعد كده يصوم الستة من شوال، يبقى يصوم اللي عليه الأول ويصوم الستة من شوال وخلاص، والقبول على الله عز وجل. طب لو صحته مش قد كده على قده ما يقدرش يصوم 16 يوم زي ما الأخت بعت كده من شهر شوال، يبقى يصوم الستة بتوع شوال على قد صحته يلحقه وقدامه القضاء طول السنة. يبقى لو صحته تسمح يصوم اللي عليه الأول وبعد كده ستة من شوال، واللي صحته على قده يصوم الستة من شوال يلحقه وبعد كده ايه القضاء. وضحت المسألة؟ المسألة خلافية زي ما قلت لك، فيها خلاف بين العلماء، وهيفضل الخلاف ده إلى ما شاء الله لحد يوم القيامة. نختار عنه مذهب، الله المستعان، ربنا يلهمنا الصواب والسداد. في أسئلة كتير قوي، أنا هاخد منها سؤال واحد يتعلق باختلاف المطالع. مشينا مع السعودية ولا مع مصر؟ السعودية ولا مصر؟ هي المسألة برضو خلافية. من العلماء من يقول باختلاف المطالع، يعني كل بلد له رؤية مستقلة، والبعض يقول بتوحيد المطالع. اللي قال باختلاف المطالع استدل بحديث قريب مشهور وذكرته لكم قبل رمضان مباشرة، قلت لكم احنا هنمشي مع مصر ان شاء الله بس لا نحجر على الآخرين. حديث قريب مولى ابن عباس، هو مولى العباس مولى أم الفضل، مولى كان عبده اعتق بقى مولى ولا أوليه قريب، والحديث بتاعه رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قريب قال ايه؟ قال ارسلتني أم الفضل لحاجة لها بالشام فاستهل علينا رمضان وانا بالشام.
أم الفضل بعتته في مصلحة في الشام، وبعدين الرؤية ظهرت هناك. قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة، يوم الخميس بالليل، فيوم الجمعة صباح صيمين أول يوم رمضان. يقول ثم قدمت المدينة بعدين بعد رمضان ما خلص أو في وسط رمضان، فلقيان ابن عباس قال متى رأيتم الهلال؟ شفتوا الهلال إمتى؟ بيقول لقريب، قال له رأيناه ليلة الجمعة وصمنا وصام معاوية وصام المسلمون. قال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت. أهل المدينة شافوه ليلة السبت، تو أهل الشام ليلة الجمعة. شوف اختلاف المطالع، الشام والمدينة، الشام والمدينة. فقال قريب لابن عباس ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ صححوا بقى التقويم بتاعكم أهل المدينة، خليكم تابع لمعاوية الخليفة، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال ابن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ده دليل العلماء اللي قالوا باختلاف المطالع، يعني كل بلد لوحده، المدينة لوحديها والشام لوحديها والمصر لوحديها وبعض العلماء قالوا لا، ده صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هذا خطاب للأمة كلها، هو نفس الحديث. طب احنا نمشي مع مين؟ اللي عايز يمشي بتوحيد المطالع يعني يمشي مع السعودية، يمشي مش غلط ولا حرام، بس ما يعملش بلبلة، ما يعملش فتنة، خليك في السر، امشي مع السعودية، صايمين صوم معاهم، مفطرين افطر معاهم، بس في السر ما تعملش بلبلة. طب واللي ماشي مع مصر؟ ما نقولوش بقى في السر، ده الدنيا كلها كده، عرفت ولا ايه؟ ما فيش بلبلة، يبقى اللي هيعمل بلبلة اللي ماشي مع السعودية. فنقول لك جزاك الله خير، ربنا يتقبل منا ومنك، انت مش غلط، بس ما تعملش بلبلة، ما تعملش مفسدة. وكنا اتفقنا كده اتفاق يعني مش ملزم، قلنا نحن نمشي مع مصر توحيدا للكلمة وجمعا للصف ان شاء الله، مش هنخالف، واللي يخالف يستسر. فالاخ بعد شكوى الاولى بعض الاخوة خالفوا علنا، تقبل الله منا ومنكم ومنهم. يلا ربنا يتقبل من الجميع، والقبول على الله عز وجل. بس بلبلة بلبلة وشوشرة وفتنة وكلام. ف يعني نسأل الله أن يجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، ووحد كلماتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم ألهمنا سبل الرشاد، اللهم أعصمنا من الزلل، اللهم أعصمنا من الزلل، اللهم أعصمنا من الزلل، اللهم سددنا يا رب العالمين، وألهمنا الحكمة والرشاد والتوفيق والسداد. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم من تجرأ على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاجعله عبرة للمعتبرين وآية للعالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز المسلمين على يديه، اللهم وفقه وسدده يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين، اللهم وسع لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وزك نفوسنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا علما نافعا
ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اصلح احوال المسلمين واصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين وصبيان المسلمين ورجال المسلمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم أقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان وصلاح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ووفقنا إلى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بصحة وعافية وإيمان وعمل صالح، وكل سنة وأنتم طيبين في طاعة الله وفي عبادة الله، ذاكرين لله، شاكرين لله، عابدين لله. أسأل الله أن يكثر من أمثالكم، أسأل الله أن يكثر من أمثالكم، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يسدد خطاكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.